واسع الفضل والعطاء، سميع قريب مجيب الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع الكرم والجود، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الحوض المورود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن سأل ربه منحه وأعطاه أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. عباد الله، إننا نحمد الله تعالى ونشكره، فنحن في نعم زاخرة وخيرات غافرة، أصبحنا مستبشرين برحمة الله تعالى ويسره فرحين، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد عمت الفرحة للجميع، وصدق ربنا القائل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ربنا يا كرام رحيم حليم، ينزل المطر بدعوة صادقة صالحة، أوصى به لم تكتب عليه ذنوب. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. إخوة الإسلام، كلما امتد لكم ربكم نعما فجددوا لها شكرا وحمدا، وكلما صرف عنكم من مكاره فقوموا بحق الله وطاعته، فقوموا بحق الله وطاعته ثناء له وذكرا، وتذكروا قوله تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن ونزل بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون، ولو جاء التي لم تكن مرت بأسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المهونة وجور السلطان، ولم يمنع الزكاة إلا موقع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يقر، ولم ينقص ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم، وأخذ وأخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا الله بأس بينهم. إخوة الإسلام، أكثروا من التوبة والاستغفار، وتذكروا ظهر التصرف البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، ها هي التحذيرات من كورونا وتحوراته تعود من جديد، ويطالب المسؤولون عموم الناس بأخذ الاحترازات الوقائية من لبس الكمام والتباعد في الأماكن المغلقة والمكشوفة حرصا على سلامتكم. هل يدعونا هذا الوباء؟ هل يدعونا هذا الوباء لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا؟ فاحذروا مخالفة ربكم، فاحذروا مخالفة ربكم والمجاهرة بالمنكرات، فإن الله يرى ويهمل ولا يهمل. أقيموا صلاتكم وأدوا زكاة أموالكم واحفظوا جوارحكم ونساءكم، وتذكروا أن الفتن تدفع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
مسبغ النعم علينا عظم حكمه فسبه وبسط يده بالعطاء فاكثر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على الهدى. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله ورحمه الله على هذه الامطار، واسالوه من خيرها وبركتها، فالمطر هو الحياه. والله عز وجل يقول: والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون. ايها المؤمن، للمطر سنن ظهريه وفعليه، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم اذا راى البيت قال: اللهم صيبا نافعا، وقال: مطرنا بفضل الله ورحمته. وكان اذا اشتد المطر وخشي الضرر قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والضرار وبطون الاوديه وملابس العشب. وكان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويكشف عن ذنبه، ويكشف عن امامته ليصيب المطر جسده. ويسن الدعاء حال نزوله بقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان ما تودان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. معشر الاولياء، وعند نزول الامطار هناك تهور وخطر يقع من بعض شبابها، دافع التفاؤل وحب المغامره، كالسرعه المنفضه والتجاوزات المتهوره، وبعضهم يغامر بدخول سيارته الى الشعاب والاوديه مما ينتج عنه خطوره بالغه. فكيف بمن يهمل النساء والاطفال ويسمع لهم بذلك؟ رغم تحذيرات مراكز الدفاع المدني، الا انكم ترون تبليغا وتهورا. فخذوا حذركم ولا تبقوا بيمينكم من التهلكه. المطر عباد الله نعمه ورحمه للعباد وتخفيف عليهم. وقد ذكر العلماء جواز الجمع بين المغرب والعشاء عند نزول المطر، ولكن لا تقصر الصلاة حال الإقامة، كما يجب الحذر من خطورة التساهل والتسارع في الجمع. فقد بين العلماء أن الجمع يكون عند وجود مشقة على المصلين، أو وجود وحد وطين، أو مطر يهطل أثناء الصلاة يقل الثياب ويهدي المصلين. اللهم اجعلنا لنعمك من الشاكرين ولك من الذاكرين. اللهم اجعل ما انزلته علينا رحمة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر عنا وعن سائر المسلمين البلاء والغلاء والوفاء. اللهم انا نعوذ بك من سيء الاسقام. اللهم انا نسالك العافيه في الابدان والامن في الاوطان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم وفق الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وقوع عزائمهم. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، واحفظهم من كل منكر وشر، واحفظ نساءنا من كل منكر وشر، وارزقهن الحشمة والعفة والحياء. اللهم ارزق ولاة أمورنا بهداك، واجعل عملهم في إراك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا،